مرحبا الربع، عساكم القوة. اليوم أنا متواجد على شارع المعارض مشاهد مسجد أبو بكر صديق اللي هو محل تسويق. هذه هو المحل تسويق، هاي شعارهم. طبعا يا جماعة الخير، انا عندي ريفيو اللي هو على سحب السيارة النوفو 2، في منها عدة الوان. طبعا يا جماعة الخير، كل من يري هذه النوفو اللي نزلت قبل مدة طويلة اللي كان فيها بعض السلبيات والإيجابيات، من نوع البطارية كانت شوي ضعيفة وكانت فيها بعض المشاكل اللي شركة سموك عدلت عليها بمواصفات أفضل اللي هو بنوفو 2. هذا طبعا العلبة. العلبة من الخارج، هذه المواصفات شنو فيها. هذه الباركود عشان تعرف الجهاز اصلي والله لا. فيا جماعة الخير، خلونا نفتح العلبة ونقول لكم مواصفات شنو من داخلها. طبعا هاي محتوى العلبة من داخل، هاي الكتائب فيها اللي معلومات عن الجهاز وعن البود وشلون استخدامه ودي. طبعا في جهاز اللي هو النوفو 2، وهاي الكيبل USB تشارج، وهاي كويلين، واحد بيكون مش كويل اللي هو 1.0 اوم مش كويل، والثاني بيكون دي سي كويل اللي هو 1.4 اوم. وزن الجهاز بيكون 45 جرام، يختلف عن النوفو القبلي اللي هي هذه. والبطارية النوفو 2 بتكون 800 ملي امبير، اكثر من النوفو القبلية اللي كانت 450 ملي امبير. فعندكم البطارية اقوى من الديك القبلية، وهم الجهاز تم تعديل عليه من قبل الشركة والمشاكل اللي كانت في النوفو اللي نزلت قبل. طبعا يا جماعة الخير، هذه البودين، هاي البود المش بين واضح عندكم، هذه البود الثاني، اللي هو دي سي 1.4 اوم MTL. خلونا نعبي البود ونقول لكم اداء السحبة شلون اداها. وطبعا البود تعبى من هالجهة، تبطل من هالجهة وتعبي، والدي سي كويل هو بود جديد مسوينه حق النوفو 2، وهم هالبودات تركب على النوفو القبلية، يعني اي واحد بيستخدم هالبودات يقدر يستخدمه على النوفو اللي نزلت قبل. ساعة البود بيكون 2 ملي. طبعا يا جماعة الخير، انا بروح اعبي البود اللي هي الرمانة سولت نيكوتين 50 ام جي، تبين واضح عندكم، هذه هي الرمانة 50 ام جي. هذا
طريقة تعبئة البود. ننتظر 5 دقائق لين ما تعبى البود. نتكلم عن الجهاز بعد شنو اللي فيه. طبعا هو الجهاز أقل ما عدلوا عليه. طبعا إذا كانت في إضاءة هني، إذا الإضاءة لونها أخضر بيكون الشحن 100%، وإذا كان برتقالي بيكون من 50%، وإذا أحمر تحت 30%. فمثل ما يقول لك أنا يبي لها شحن مرة ثانية. أما يا جماعة الخير، النوفا القبلية كان الفولتج مالها من 10 ل 16 فولت، وما النوفا 2 اللي هي من 6 إلى 25 فولت. طبعا هاي السحبة من داخل، هذه حق الشحن USB charge، هاي الإضاءة تولع هني. تصميمها رائع جدا، والالوان مميزه اللي موجوده في السوق. طب التخير جميع النكهات عندهم، من 3 MG اللي هو 3 بيس، وهاي نوكوتين وسولت نوكوتين، جميع النكهات متوفره عندهم. هم جميع سحبات سجاير متوفره عندهم، ومنهم بوداتهم بعد متواجده في التسويب، وهم أجهزة شيشة إلكترونية موجودة عندهم، وجميع أنواع التنكات متوفرة عندهم بعد. هم التنكات الديسبوزيبل والبطاريات والكويلات اللي حق البلدرية البحرينيين، وعدة الكويل وكويلات من شركة سموك جميع أنواعها، واليو فورس وفري ماكس، وهي شحن بطاريات، وهي كويلات ثانية اللي حق الويب ريسو، وهم كويلات الفالكون، جميع أنواع النكهات متواجدة في محل Let's Feel. وهي مجموعة من سحبة سيجارة E8 ويمها بودات جميع النكهات لسحبة سيجارة Fix. وهم بودات المايلي موجودة، وبودات الجول، ولا ننسى ما ننسى السحبات السجاير الاستخدام واحد اللي هي ستيج، جميع النكهات متواجدة في المحل. هم الموجو وهم سليك والووبا بعد. أما بنسمع النوفا القبلية اللي كان فيها ان الـ MTL مالها ما كان يعني لذيك الدرجة نقول ان MTL قوي جدا وذي، بس كان بعد الناس عجبتهم كانوا، وكان الجهاز اكثر مبيعا في السوق. عقب ما انتظرنا 5 دقائق خلنا نجرب هالجهاز اللي هو نوفا 2، نتأكد من اداء الجهاز والبودات وشلون الفليفر فيها. طبعا يا جماعة الخير، أداء الجهاز رائع جدا، أحسن بوايد بكثير من النوفا القبلية. هم الـ MTL 100% يعطيك MTL كسحبة سيجارة أفضل من النوفا القبلية. فمثل ما يقول لك إن في
بعض الشغلات يوم عدلوا عليها كحين الديسل كويل اللي هو 1.4 اوم يعطيك الفليفر 100% طعم النكهة، تحصل طعم النكهة 100%. استخدمنا احنا قبل المشكويل بد ما عليه كلام، يعطيك الفولتج قوي وكل شيء، بس الفليفر بيكون اقل من ديسل كويل الجديد اللي هو 1.4 اوم. حياكم الربع في محل لاتس فيب، بيضبطونكم، هم أسعارهم طيبة. ناس ما خبرتكم يا جماعة الخير، طبعا نوفو 2 أفضل من نوفو القبلية اللي نزلت في السوق قبل مدة طويلة، فأداها والسحبة تحت المتوسط يعني، فأداها رائع جدا وما عليه كلام. وعزكم على القوة ودمتوا سالمين.